تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغزو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد شكرا 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 احبائي عمو يزيد جد سعيد باستقبالكم في هذه المناسبه السعيده وانتم يا احبائي اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تشاركوا كما هاد الاطفال اللي راهم هنا معكم الى توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا وملء الاستماره بهذه الطريقه والشاطر يعطينا الحل اذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملا الاستماره ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الالكتروني والجواب على اللغز حد سعيد اذا احبائي لما تشاركوا للحضور كما اصدقائنا اللي راهم لهنايا ما عليكم الا شويه تاع الصبر لان تسجيلات كثيره وعمو يزيد حاب يستقبلكم كامل كما راكم احبائي راكم تشوفوا معنا اصدقاء من ذوي الاحتياجات الخاصه وكامل هذه مناسبه اليوم عباكم واش هو اليوم اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه يوم 3 ديسمبر اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه لا جورني انترناسيونال دي زونديكابي احبائي اليوم نتوقفوا باش نضامنوا مع كامل الاطفال والناس ذوي الاحتياجات الخاصه وخاصه تحيه تقدير واجلال للوالدين الاولياء تاع الاطفال اللي عندهم احتياجات خاصه لان حياتهم غير عاديه اذا تحيه تقدير واجلال الاولياء الاطفال خاصه اللي عندهم احتياجات خاصه ولاتين بولادهم يعطيهم الصحه يعطيهم الصحه وكذلك كاين اللي عندهم اولياء والديهم ولا خوتهم ولا عندهم احتياجات خاصه ويلتوا بهم يعطيهم الصحه كذلك وربي يقدرهم ان شاء الله ورانا معاهم واقفين متضامنين كاين كذلك يوم 5 ديسمبر يوم عالمي انا نسميه يوم عالمي هو اليوم اللي دخلت فيه القضيه الجزائريه حيز الدراسة في الأمم المتحدة سنة 1960 وين بدأت الأمم المتحدة تدرس القضية الجزائرية إذا أحبائي في بداية كل حصة نستقبلوا ساعي البريد اللي جبنا بريد أصدقائنا الأطفال اللي بعتوهن إذا استقبلوا معايا صهيب ساعي البريد تفضل صهيب مرحبا يا ألفا مرحبا وش راك صهيب؟ لاباس ولادي؟ لاباس وش راك؟ وين جبت لنا صهيب؟ البريد بريد اصدقائنا الاطفال اذا ضعوا في علبه البريد باش عمو يزيد من بعد يقراه لكم وانتم الى حبيتوا ترسلوا لعمو يزيد يقرا البريد تاعكم هنا ما عليكم الى توجهوا لموقع الانترنت عمويزيد.com وداعا شكرا 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 تحبوا الالغاز؟ نعم والهدايا؟ نعم اذا ما هي اكثر دوله عربيه سكانا؟ ما هي الدولة العربية اللي فيها السكان بزاف قاع؟ إذا فكروا لغاية نهاية الحصة أصدقائي، أنتم وأصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن السؤال بهذه الطريقة. والشاطر يعطينا الحل. إذا حبيت تجاوب على اللغز، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد إذا أحبائي فكروا لغاية نهاية الحصة وأنا راح نتكلم شوية مع أصدقائي بنتي وش راكي كي مليحة كي فرحانة لك أنا برافو برافو راح صديقي معلش وش راك ولدي الشابو ديالك هذا برافو شحال شباب واسمك وليدي مشيح الله يبارك هاك فرحان لك هنا دير بيزو عمو يزيد بيزو بيزو برافو برافو وليدي برافو برافو مرحبا بك مرحبا بك اختك هادي الله يبارك نهضروا مع سلمى سلمى واسمها واسمك سلمى سلمى كيف فرحانة لك هنا بنتي مرحبا بك مرحبا بك بنتي مرحبا بك أيا نهضر معك وليدي أروح أروح تعال 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 أروح أروح
أي أرواح؟ أرواح أرواح. واسمك؟ واسمه؟ آدم. أنت تسمع؟ حبيت تغني آدم؟ أتو تغنى. برافو. بوسني بوسني بوسني. برافو 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 برافو. وهاد العروسة هادي اللي هنا بنتي. واش راكي بنتي؟ هاي فرحانة، هاي فرحانة. أك فرحان وليدي لك هنا. أحبائي أصدقائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، أصدقائنا اللي راهم هنا اليوم، نرحبوا بهم ونقول لهم بلي نحبوكم. واش راكي منية؟ لاباس بنتي؟ بخير؟ الحمد لله. أكي فرحانة لك هنا بنتي؟ إيه أنا فرحانة. الحمد لله، إذا مرحبا بك. شفتك في الحفلة بنتي؟ على بالي. جيتي؟ عجبك الحال في الحفلة ثاني؟ الحفلة شابة. الحمد لله بنتي، الحمد لله. مرحبا بك، مرحبا بك. مرحبا بكم، مرحبا بكم. أحبائي عمو يزيد يحبكم كامل. حمامة هذه ما تخافش، ما تخافش وليدي. عمو يزيد هو هنا، ما تخاف من والو. هذا هذه حمام، الحيوان كاع ما تخافش منه يا اخي. احبائي اذا واش رايكم دركا نروحوا مع بسمة بربار نكتشفوا شخصية عبد القادر المجاوي؟ اذا تفضلي بسمة بنتي، تفضلي تفضلي. تحية تحية بسمة. مساء الخير يا أطفال. عبد القادر المجاوي ولد في تلمسان سنة 1848، وبعد دراسته في مسقط رأسه انتقل لمتابعتها في كل من فاس وطنجة وجامع القروي، ثم عاد إلى الجزائر سنة 1873، وقد أدى فريضة الحج ليتولى التدريس أولا في قسنطينة حيث أقام فيها. علم في كل من جامع الكتان والمدرسة الحكومية سنة 1873، بالإضافة إلى نشاطه خارج عمله الرسمي كمدرس ومحاضر في المدارس الحرة والمساجد. أما دروسه الرسمية فقد تنوعت بين المناطق، بين المنطق والبيان والمعاني واللغة والنحو والفلك، كما ترك مؤلفات تجاوزت 15 عملا في هذه المجلات. وفي سنة 1898 انتقل المجاوي إلى العاصمة للتدريس في مدرستها العليا، كما عين إماما خطيبا بمسجد سيدي رمضان بالعاصمة سنة 1908، وبقي في قمة نشاطه إماما قديرا وأستاذا متمكنا ومؤلفا نشيطا ورجل إصلاح. وقد تخرج على يده في التدريس كثيرون كان لهم تأثير مهم في الحياة الاجتماعية والفكرية، وقد أسهم إسهاما جيدا من أجل النهضة الثقافية، كما شارك في إحياء اللغة العربية والعلوم الإسلامية، وكانت معظم كتابته موجهة ضد الآفات الاجتماعية والخرافات والعادات القديمة. توفي الأستاذ عبد القادر المجاوي بقسنطينة يوم السبت 26 سبتمبر 1914، ودفن بها تاركا وراءه أثرا طيبا في بعض شباب تلك الفترة وشيوخها. برافو بسمة، برافو بنتي، برافو 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 برافو. إذن أحبائي بما أننا في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة لا جورني انترناسيونال دي زونديكابي، نضمنوا معهم مع والديهم مع الأولياء نتاعهم وكامل نقول لهم ربي يقدرهم إن شاء الله. عمو يزيد دار لكم أغنية نقول فيها أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني مثابر لغايات العظيمة. إذن تغنوا معايا كاع هاد الأغنية كامل، نحبكم تغنوا معايا يلا. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني مثابر لغايتي
الزمان لو يطول تحدي لا خمول سأسعى للوصول لغاية العظيمة زمان لو يطول تحدي لا خمول سأسعى للوصول لغاية العظيمة أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إلهي ربي حتى الصعاب أدق كل باب لغاية العظيمة أنا مثلك الشباب أتحدى الصعاب أدق كل باب لغاية العظيمة أنا المعاق وعزيمة إلهي ربي قادر أرادني عديمة لكنني أثابر لغاية العظيمة أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي ولما كل الغايات برافو احبائي ساثابر بالصمود احبائي كامل رانا متضامنين مع الاولياء تاع ذوي الاحتياجات الخاصه مرحبا بكم تحبوا العاب الخفه اذا يلا مع عمو مراد اللي جانا من مدينه بليده في العاب الخفه تفضل عمو مراد
صفيقة صفيقة لعمو مراد، برافو. إذن أحبائي شكرا لعمو مراد لهذه ألعاب الخفة الجميلة الجميلة. أحبائي راح نروح دركا الفقرة جميلة، فقرة هل تعلم؟ أنا نحبها بزاف، راح نكتشفوا معلومة مع ميليسا في فقرة هل تعلم؟ تفضلي ميليسا، تحية لميليسا، تحية لميليسا. مرحبا بكم يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن طائر البومة يستطيع أن يدير رأسه 360 درجة؟ برافو 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 بنتي، برافو برافو برافو. إذا أحبائي طائر البومة يعني الويبو هذاك اللي عينيه هكذا، الزوج هذاك تعرفوه، هذاك اللي عينيه هكذا شغل هذاك، يستطيع ان يدير راسه كامله، يدور كامل تينك، يدور هكذا ويدور هكذا، طائر البومه. اذا هذه معلومه جميله 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 جدا. احبائي عمو يزيد راح يحكي لكم حكايه مازن والعنكبوت. يلا معايا نحكي لكم الحكايه احبائي. اذا احبائي كما وعدتكم عمو يزيد راح يحكي لكم حكايه العنكبوت والطفل. واحد النهار كان واحد الطفل مع صديقته تقرا معاه، خرجوا برا يمشوا هكذا بعد الدراسه، صغار كيما انتوما هكذا، وقعد يمشي ومن بعد كي لحقوا هكذا صابوا نسيج العنكبوت، صابوا اون طوال داغيني نسيج العنكبوت. ومن بعد هذاك الطفل شاف العنكبوت هذيك، قال لها هذه العنكبوت هذه ما تصلح لوالو، هذه العنكبوت هذه. ومن بعد هذيك اللي تقرا معها قالت له علاش تهضر على العنكبوت هكذا، كل حاجه خلقها ربي عندها الدور. قال هذه العنكبوت هذه رتيله، هذه ما تصلح لوالو، انا ما نحبهاش. سمعته رتيله، ومن بعد هضرت معاه قالت له علاش تهضر عليا هكذا، انا واش درت لك انا؟ قال لها انت ما تصلحي لوالو. قالت له بصح انا على الاقل فت رسول الله صلى الله عليه وسلم، افدته لما نسجت نسيج العنكبوت في غار الثور، وظن الكفار انه لا احد دخل هذا الغار. قال لا لا ما تصلحي لوالو، انت عاله. وقالت له لا لا. ومن بعد سمعت واحد الدبانه جايه، قالت له اسمح لي من بعد نكمل معك الهضره. هذيك الدبانه جات حصلت في هذيك الاطوال دار اللي في هذاك نسيج العنكبوت، ومن بعد هذيك العنكبوت امتصت هذيك الذبابه ورمتها هكذا. قالت له شفت انا قوت يومي نكسبو بعرقي. قالها مالا سمحي لي، ما كنتش عارف بلي انتيا وتتعبي وبعرقك هكذا باش تاخذي قوت اليوم وكامل، انا عم بالي بلي انتيا ما عندك حتى فايده وكامل. عمو يزيد عمو يزيد، الحكمه التي نستخلصها من هذه القصه هي يجب الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في الرزق والعيش. برافو 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 احبائي، يجب الاعتماد على الله في الرزق والعيش، ربي هو الرازق احبائي. يا اخي يلا ارجعوا لاماكنكم احبائي. اذا يجب الاعتماد على الله في الرزق والعيش. الحقنا دركا لواحد ركن نحبو بزاف، شكون اللي عنده نكته جميله شي يحكيها لعمو يزيد؟ شكون اللي عنده نكته؟ تعالي بنتي روحي روحي تعالي يلا اقعدي قدامي. شاطره، واسمك بنتي؟ سلمى. سلمى شحال في عمرك سلمى؟ 16. الله يبارك بنتي شاطره، احكي لنا النكته تاعك بنتي. عندك نكته؟ واش حبيتي تقولي؟ تحبي حصه مع عمو يزيد؟ برافو عمو يزيد تاني يحبك بزاف بنتي، يحبك. برافو برافو برافو، تعالي بنتي اروحي اروحي بنتي تعالي. واسمك بنتي؟ اسمي يمنى فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء، وين تسكني فاطمة الزهراء؟ سأسكن في حي الموز في الجزائر العاصمة. في اللبنانية؟ الله يبارك الله يبارك. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد طفل اسمه فينكو كان ذاهب إلى المدرسة، اشترى له أبوه ساعة جديدة، عندما درس على الساعة لديها عقارب ظن أن
أنها عقارب حشرة، ثم عاد إلى المنزل وسأله أبوه وقال له ماذا درستم اليوم؟ أجابه فيكو، قال له درسنا في الرياضيات عن الساعة وماذا يوجد فيها. فقال له أبوه أين هي ساعتك يا فينكو؟ قال له فينكو ظننت أن فيها عقارب لذلك رميتها في الشارع. أوكي برافو برافو برافو، تعالي بنتي تعالي أروحي. تعالي بنتي، واسمك بنتي؟ مريم. مريم شحال في عمرك مريم؟ 12 سنة. وين تسكني؟ مدينة خميس الخشنة. خميس الخشنة ولاية بومرداس، الله يبارك. احكي لي نكتة تاعك بنتي. واحد نهار كانت كرشو توجع، راح للطبيب قال له وين اكزاكت راهي توجع كرشك؟ هو كان داير خريطة قارة افريقيا في كرشو، قال له في حدود زيمبابوي. برافو برافو برافو، تعالي تعالي بنتي أروح. واسمك بنتي؟ دعاء. دعاء شحال في عمرك دعاء؟ 6 سنين. 6 سنين، وين تسكني؟ في ليفيرجي. وين؟ في ليفيرجي. ليفيرجي بير خادم يعني، الله يبارك الله يبارك. احكي لي نكتة تاعك بنتي. كانت أليس جالسة مع أختها على العشبي الأخضر عندما شاهدت فجأة أرنبا يركض مسرعا وهو ينظر إلى ساعته الكبيرة. أسعت أليس فضولية وراء الأرنب وقفزت خلفه في حفرة وعميقة جدا جدا، وفيما هي تسقط راحت تشاهد لوحة وأشياء معلقة على جدران الحفرة. برافو 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 برافو. أحبائي أحبائي، الحقنا دركا ركن الرسائل، تطفيف يعطينا رسائل الأطفال اللي بعتوهم لنا عن طريق البريد اللي جابهم لنا ساعي البريد سهيب. وانتم يا أحبائي اللي حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكرا تطفيف، تحية تحية الفيفي، تحية تحية. الرسالة الأولى رويجي بشرة، 11 سنة، مدينة متليلي، ولاية غردايا، الله يبارك. أريد أن أكون معكم على اتصال وأنا أعجبني الساحر بسحره وعمو يزيد وشكرا. برافو برافو رويجي بشرة بنتي. الرسالة الموالية، تعال أقعد تما أقعد تما وليدي. برافو. قرباي إسحاق إدريس، 4 سنوات، مدينة بوهارون، ولاية تيبازا. أحبك كثيرا يا عمو يزيد، أتمنى المشاركة في الحصة. قرباي إسحاق إدريس إن شاء الله نجيبوك للحصة وتفرح معنا كما فرحانين الأطفال. تعال تعال أروح عندي أروح عندي أروح عندي، تعال تعال وليدي أروح. برافو أروح قدامي، أي برافو برافو، قعد عندي هكذا نقرأ الرسائل. يلا الرسالة الموالية، بلقيش جمال، 8 سنوات، مدينة المسيلة. قالكم أنا أحب عمو يزيد وأريد المشاركة معكم. برافو 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 وليدي برافو برافو. الرسالة الموالية نفتحوها هكذا. إذن بزاني وسيم، 13 سنة، مدينة قلمة. قالكم أطلب منك يا عمو يزيد زيارتنا، أنت زرتنا مرة وأريد أن تزورنا مرة أخرى. أنا أحب حصتك جدا وأنت أحبك أيضا. برافو بزاني وسيم. نعم ولدي نعم. وشن أحبي تروح عند بوبي؟ يروح عند بوبي، روح ولدي روح. الرسالة الموالية، يحيى ميليسا، 11 سنة، مدينة درع بن خدة، ولاية تيزي وزو. عمو يزيد حصتك رائعة وأنت أروع يا ميليسا، ربي يطول في عمرك بنتي. إذن أحبائي عمو يزيد يعتز بهذه الرسائل هذه. الحقنا دركا للجواب عن السؤال. السؤال قال ما هي أكثر دولة عربية سكاناً؟ شكون اللي يعرفها؟ تعالي بنتي أروحي. تعالي بنتي.
واسمك بنتي؟ يمنى فاطمة الزهراء. الله يبارك، وين تسكني بنتي؟ نسكن في حي الموز في الجزائر العاصمة. الله يبارك، شاطرة في الدراسة؟ نعم. ما هي الدولة العربية الأكثر سكانا؟ مصر. جمهورية مصر العربية، بالضبط، برافو بنتي، برافو. بقي معايا بقي معايا، أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها، برافو 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 بنتي. إذا بنتي شيفس مهبول، شركة شيفس مهبول راعي برنامج مع أمو يزيد، يعطيك هذه الهدية الجميلة إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. تفضلي بنتي. العفو العفو العفو، تفضلي. أحبائي، في كل مرة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده معنا هنا في الحصة. باش تحتفلوا بعيد ميلادكم في الحصة لازم ترسلونا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي: صندوق بريد 42 ألف ستوالي العاصمة، الرمز البريدي 16062. اليوم عندنا عيد ميلاد محمد أمين، التحق بيا جيبوا لي محمد أمين باش نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد. أروح عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذا الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيله، وجمال هدايا يهدوله هيا نصفق ونغنيله. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو 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 برافو. إذا العمو يزيد يشعل لك الشمعة، أحبائي ما تلعبوش بالنار، الكبار هما اللي يشعلوا لكم الشمعة، يا أخي ما تلعبوش بالنار، الكبار هما برك يشعلوا الشمعة. ديروا معايا العدد التنازلي لمحمد أمين: 9 8 7 5 4 3 2 1. أسلا جيبوا لك طفي لنا الشمعة. أوف عمو يزيد عينك، برافو برافو، أعطيني الشهادة تاعو. إذن زركال محمد أمين عمو يزيد يعطيك هذه الشهادة، شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم يا أطفال كل واحد راح يأخذ شهادة باسمه هكذا يحتفظ بها كذكرى لتصوير حصة مع عمو يزيد. هذه تاعك، أعطيه الهدية تاعو. وهذه هدية من عند شركة رامي، هدية كبيرة لمحمد أمين كما وعدناك، هدية عيد ميلادك إن شاء الله تستفاد بها وليدي. فوالا، وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على نفس القناة نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال، سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا
سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. نشكر حصة عمو يزيد على هذه الاستضافة وعلى تلبية الدعوة تاعنا والطلب تاعنا. ما نكذبش عليك كي شارك كي سجلت ما كنتش نستنى بلي راح تعيطوا لي في التليفون. دخلنا للسيت تاعكم وسجلنا كما حب الخاطر عيطونا وجينا تهضرنا معهم. انا بالنسبه لي هي اول حصه خاصه بالاطفال في الجزائر في كامل القنوات الجزائريه. سو عجبتنا بزاف والله يبارك وان شاء الله نعاودوا المره الجايه ونجوا ان شاء الله بربي ان شاء الله. مشكورين والفرقه التقنيه كذلك مشكوره. شفناهم كيفاش يخدموا يعني يعياو بزاف. ربي يقدركم ان شاء الله ويعطيكم الصحه. شكرا عمو يزيد. هذاك طلع عمو يزيد نحبك وفرحت بزاف. يعطيك الصحه عمو يزيد احبك عمو يزيد. تعالوا هلموا الينا انضموا مع عمو يزيد.